قبيل انتخابات العام 2016 كانت الاستطلاعات تشير إلى فوز مؤكد لهيلاري كلينتون بالرئاسة، حتى أن أوباما قال علناً أن ترامب لن يصبح أبداً رئيساً لأمريكا، لكن النتائج أظهرت عكس ذلك، ما تسبب بأزمة لمعاهد الاستطلاعات وشركاتها وبضربة لصدقيتها. تاريخياً تعد انتخابات العام 1936 محطة أساسية في استطلاعات الرأي القائمة على دراسة علمية للجمهور، حيث نجحت مؤسسة جالوب في توقع اسم الفائز بالرئاسة. بعد ذلك تطورت عملية دراسة الجمهور وأصبحت مرتبطة بالانتخابات المختلفة في أمريكا وخصوصاً الرئاسية، لكنها لا تقتصر على ذلك، بل يجري الأمريكيون استطلاعات على كل شيء من الحروب والمشاهير وصولاً إلى الفاكهة المفضلة. تطور كبير شهدته هذه المهنة من إجراء المقابلات وجهاً لوجه وعبر الهاتف إلى استخدام الإنترنت في الاستبيان ونشر النتائج وتحليلها. أصبحت الاستطلاعات للانتخابات المقبلة تنطلق في اليوم التالي للنتائج، وتجرى بين مئات وألاف الاستطلاعات سنوياً ويشارك فيها ملايين الأشخاص. الجمهور تغير أيضاً، حيث يحجب الكثيرون عن التعبير الواضح عن آرائهم للشركات، وبرزت ظاهرة الناخب الخجول. مواقع التواصل أصبحت وسيلة استطلاع صامتة من خلال ما تجمعه من بيانات عن كل فرد تكشف سلوكه الانتخابي، وهو ما استغله ترامب من خلال شركة كامبريدج أناليتيكا وفيسبوك. في الانتخابات السابقة وقعت مؤسسات الاستطلاع في أخطاء، منها اختيار العينة والتركيز على درجة التأييد على مستوى البلاد لا داخل كل ولاية. اليوم أغلب الاستطلاعات ترجح فوز بايدن، ما يعني أن نتيجة الانتخابات لن تكون حاسمة لمستقبل أمريكا فقط، بل لشركات الاستطلاعات وسمعتها أيضاً إن بقي ترامب رئيساً.